السلام عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نديرو واحد البطبوط معمر بالخضرة والكفتة. إن شاء الله بقاو معنا بما وجدنا العجينة ديالو. أصدقائي غادي نحتاجو جبانية ديال القمح، جبانية ديال الفورس، نحتاجو الخميرة، شوية الملحة. دابا الجبانية جبانية على حساب العبار اللي بغيتي انت كله وشحال العجينه اللي باغي يدير، عينك ميزانك. اصدقاء كما كتشوفوا نديروا هذه الجبانيه ديال القمح، نزيدوا عليها الجبانيه ديال الفورس، نديروا الخميره ديالنا، نزيدو شويه ديال الملح، نديرو البول ديالنا على الجنة، نديرو شويه الماء دافي، ندورو عليها في النيفو الثاني، لا هداك الدور كنزيدو فيه الماء، دقيقة درنا العجينة ديالنا دابا كتعجن الماكينة، ما يبقاو معنا بما وجدت العجينة ديالنا ورجعوا ليكم. أصدقاء هاي العجينة ديالنا وجدات، نخليوها ترتاح بما وجدنا الحشوة باش نعمرو البطبوط ديالنا. الحشوة ديالنا غادي نحتاجو ليها شوية البزار، شوية التحميرة، كمون، شوية الملحة، الربيع قرط، شويه الفلفله. بغيتي ديرها ديرها، ما بغيتيش ديرها انت وشوارك. شويه كفته، كفته بغيتي ديرها بكري ديرها، بغيتي ديرها ديال لادان ديرها اللي بغيتي. شويه ديال الحار، هذه العشوار باش غادي نطحنوا الخضره، هذه الخضره قرعه كورجيط، الخيزو والبصله خضاريه، نحتاجو شويه ديال الزيت. اصدقاء هاد الخضره هادي غادي نطحنو، غادي نديرو نقرضو كل حاجه بوحدها. شا البصله غادي نديروها بوحدها، علاش كنقطعها هكا؟ على حساب العشوار باش طحن مزيان، ما نعطيوهاش داك الدرك. قطعوها على ربعه بحال هكا ولا على سته ولا لي كان. الطبخ راه فن، بحال بحال الرسم، بحال شي حاجه كتفنن فيها، الا ما كنتيش كتبغيها راه ما عمرك كتعطي فيها. اه الاصدقاء ديما العشوار اللي بنادم بغى يطحن فيها، الانسان بغى يطحن فيها ديما يرد البير، حيت كتنيل تقدر ترجع لك هذاك شي حريره ديال الطريقه باش كت. شوفوا دابا صافي مزيانه مزيانه. أصدقاء أو الزيت ديالنا سخن مزيان،
رميو البصله ديالنا، نديرو خيزو نرميو الخيزو ديالنا. ديما نستعملو شي معلقه ديال العود، حتى الا كانت عندكم بحال هاد المقله هادي ما تكرروها ما والو، هاكا لو تحركو بها. أصدقاء دابا غادي نديرو العطرية ديالنا، نديرو التحميرة، نديرو البزار، نديرو الكمون، نديرو الملحة، فلفلة نسيناها ولكن نديروها غير بالخر ماشي مشكل. الربيع نقدرو نديرو دابا، نقدرو نديرو تتقرب طيب الحشوة. الربيع نورمالمون خصو يبقى خضر، تكال خضر باش يبقاو فيه الفوائد ديالو، ولكن ماشي مشكل. نديرو شوية الحار، الحار كيبقى اختياري ماشي ملزم ديرو، صافي ونحركو مزيان. دابا واخا تبان ليكم ناشفة، حيت الخضرة كتشرب، ديما الخضرة كتشرب، حنا بغيناها ترخى، هي الخضرة دابا ملي كطيب كترخى، فين فوق كترخى كتعرف راه طابت مزيان. يا الأصدقاء الحشوة ديالنا هي كيفاش كطيب، هاهي الأصدقاء. مرحبا بالجميع.
اخوان بما طابت الحشوه ديالنا ورجعوا لكم في الفيديو. هاي الحشوه ديالنا تبارك الله كي طالعه جايه تبارك الله معسله كتبان محمره مليان. اصدقاء دابا غادي نضيفوا الكفته ديالنا. راه ما حدا هي كدا طايب الكفته وكدا تفرتت. تبارك الله البطبوط هذا تا هو كيجي زوين. شرا ديما ملي مكنكونش الدار ما كيكون حتى شي واحد كنكون على راسي ضروري ما كنصوبش شي وفر عليا شويه التكلفه ديال الماكله. كتبغي دير كاسكروط كتبغي صوب شي حاجه كتخليها تفطر بها. اما الساندويشات وهذا راه داكشي ما خدامش. داكشي الماكله ديال الزنقه الماكله ديال الزنقه الا ضريتي صافي هذا باش تقدر تاكلها. وشوف تشوف شوف البلاصه اللي تقدمنا ولا داكشي نقي واش اما كاين احسن ماكله الدار. الانسان ما يبدا يبدع كل مره يدير حاجه كل مره يدير حاجه حتى يبدا يتعلم. اصدقاء هاي الحشوه ديالنا وجدات كفته طابت تبارك الله كي جاتها هاي تبارك الله. شوف ديما الماكلة الا ما كانتش معسله معلكه بحال هكا تحطي فيها الدغمه وتحسي براسك كتاكلي راه ما طيب ما والو. فهمتي تبارك الله كي كتبان محمره كي كتبان تبارك الله واكله رزقها. ها انتم الاخوان صافي دابا بقى لنا نطفيو عليها باش نوجدو العجينه ديالنا ديال البطبوط. اصدقاء من بعد ما العجينه ديالنا ارتاحت شوفوا كيفاش رجعات تبارك الله فاضت. دابا ان شاء الله غادي نحضروا العجينه ديال البطبوط ونرجعوا لكم. نديروها على هذا الشكل هذا الحشوه ديالنا نديروها ديما الوسط شي داكشي مفيني مقاد. ناخذ هاد الجوانب هادو نشدو مع بعضياتهم نبقاو نجمعو هكا. ديما المقلاة تكون كتسخن باش اون فوا نكملوها نديرو هادي للطرمة صافي ونبقاو نقرصو فيها هكا. صافي بقى لنا دابا غير رميوها. اصدقاء غادي نهزو هادي بحال هكا ايوا رميوها بحال هكا كتبقاو تقادو على الدور ديال المقلة ماشي مشكل. هاي شتي كي جات هاي تبارك الله مزيانة صافي. المهم بما طيبون نرجعو ليكم نوريكم النتيجة الأخرى كيفاش دايره.
انتم الاصدقاء هيا فاش طابت هاكي ولات تبارك الله زوينه تبارك الله اللور ديالها. مرحبا بكم بالصحه والراحه صحه فطوركم اصدقاء. هذه النتيجه النهائيه ديال البطبوط لي صوت بطبوط معمر بالخضره والكفته. شوف تبارك الله كيفاش جا، راه ساهل راه ما كيحتاج شي حاجه بزاف. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساوناش في شي تعليقات زوينين والبارطاج، ديروا لي لايك وشكرا. يلا الاخوان، كانت هذا هو النهايه ديال الفيديو. الله يسخر الامور الله يعاونكم اصدقاء. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هو البطبوط ديالنا كيجا تبارك الله ما شاء الله بسم الله. تبارك الله الله يتجاوع بالله احسن من شوميشه.